تقول لي اصلا ما اقدرش اشوف حاجه واسيبها واسكت. انا حقاني، انا دمي حامي. يا عم خلي دمك بارد، مالكش دعوه بحد، خليك في حالك. طب دمك ما بقاش حامي ليه على الخطيه اللي انت فيها؟ غريبه قوي. ليه دمك ما بقاش حامي على الضعف اللي عندي؟ ليه دمك حامي دايما على اخوك؟ انا ماليش دعوة بحد. فلان سوى، فلان عمل، ضايقني ما ضايقنيش، غضني ما غضنيش، عمل في أمي، عمل في أبوي، عمل في أختي، عمل في الجن الأزرق. أنا ماليش دعوة بحد حتى لو في الخدمة. شفتي حاجة غلط؟ أنا ماليش دعوة بحد خالص. ليه؟ في صاحب للخدمة. هل هو ما شافش اللي انت شفتيه؟ اكيد شاف. هو بقى يتصرف، بقى مش دعوه. لما يجي هو بقى يقول لحضرتك انت صاحبه الخدمه دي، من حقك تعملي كده، بس انا اجير. لمالا لما تجيبوا مثلا عندك في البيت اتنين شغالات وبينظفوا وبيعملوا ويكونوا مش طايقين بعض، فتيجي واحده فيهم تقول لك فلانه شفت بتعمل، تقول لها انت ايه؟ ممكن تشتغلي وانت ساكته؟ مالكيش دعوه بحد. احنا كده برضو في الخدمة، مش عارف حد، احنا الاتنين اجراء في الخدمة. معقولة انا شايف غلط وبابا يسوع مش شايفه؟ اكيد شايفه. هو حر بقى يعيش بقى هو حياته مع الغلط. صدقوني لو كل واحد فينا مسك بهذا المبدأ وقال انا ماليش دعوة بحد، هنبقى احسن شعب. لو كل واحد فينا بقى في حاله ملوش دعوة بغيره، من نصبك قاضيا يا عم خليك في حالك، انظر أولا إلى الخشبة التي في عينك قبل أن تنظر القزى الذي في عين أخوك. ربنا يقول لك إيه؟ يقول لك خلي بالك بقى، القاعدة اللي أنا حطيتها لكل العالم، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. اقعد في قاعدة اعتراف مع أي أب كاهن العمر كله ويقرأ لك التحليل العمر كله. لو أنت مخاصم كل اعترافاتك دي باطلة ولن تغفر أبدا. تقول أبونا قالها لي فباركنا حللني واداني الحل وأنا اعترفت، لا مش هتغفر. ليه؟ هي قاعدة حطها المسيح كده. لو انت مخاصم او فاكر لاخوك خطية وبتتكلم عليه عليها، ان لم تغفره لن اغفر. امن كان دي قصدي. عشان كده الواحد يريح نفسه يا احب خالص. انا ماليش دعوة بحد. عارفين الحكاية دي تخليكم ايه بقى؟ طيرين. لما بقعد اجيب في سيرة الناس انا ببقى تقيل. فلان عملت فلان وده قال عليا، ببقى تقيل. لكن الانسان اللي عايش حياته كده ملوش دعوه باي حد بيبقى انسان خفيف، تحسه مش ماشي على الارض، مش فارق معاه اي بني ادمين حواليه، هو عايش في دايره لوحده. انا ماليش دعوه بحد.